رب صلي على النبي من جانا بالرسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالة يا رب صلي على النبي من جانا بالرسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالة تحت باب الرجاء اطرقوا في كل حالة باب ما أوسع من به قام حاز الجمال صلي على النبي من جانا بالرسالة اسمعوا يا حبه قول أحسن دلالة واسمعوا من لسان صدق صدق ما قال يا رب صلي على النبي من جانا بالرسالة طه محمد ما اشهد الا جمالا قر في قلبي ان صدق ما كان قالا يا رب صلي على النبي من جانا بالرسالة حمال حملنا يا خير تلك الحمالة وهو قاسم وأنعم به بيوم الكيالة يا رب صلي على النبي من كان بالرسالة ما خلق ربنا في الكون كل مثالا فهو أول وآخر والمعالي ظلالا صلي على النبي من كان بالرسالة شفاعة في القيامة مجالا شرف الله وصافه وكرم خلالا يا رب صلي على النبي من كان بالرسالة محمد وآله صلى وله الجهل أعظم في اللقاء واللي والى يا رب صلي على النبي من كان بالرسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالة وله تقدمه
ثم الوسيلة حلالا ربي عبدك به يسألك فاقبل سؤالا يا ربي صل على النبي من جاءنا بالرسالة محمد وآله من كلمته الغزالة انصر انصر جيوش الحق يا ذا الجلالة واخذل اخذل لأهل البغي وللضلالة شامل بأحمد سيد أهل الرسالة أصلح أحوال أهل الوقت بفي عجالة أصلح أحوال أهل الوقت به في عجالة طيبة أوقاتنا نرقى مراق الدلالة نسقى يا إلهي زلالة كل لحظة نذوق يا ذا المواهب وصالة صلي عليه في كل شان وحالة وله والصحابة ما استمعنا مقالة على النبي من جاءنا بالرسالة طه محمد وآله من كلمته الغزالة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى